أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علم آدم وإبراهيم علمنا وينفهم سليمان فهمنا. هذه تسجيلات يعني فيها جمع لمتفرقات من علوم السلف التي قلما يتفطن لها طلاب العلم وعوام الناس ويظنون يعني علوم السلف خريعة عنها، وإنما يعني إذا ذكرت علوم السلف إنما تنصرف أذهان الناس إلى الفقه وإلى الأحكام وإلى العقائد، العقائد بالمعنى التنظيري اللي هي أصول السنة وكذا، وهذا لا شك هو الأصل، ولكن علوم السلف أكبر من ذلك وأوسع. ويعني أحببت أني أجمع بعض المتفرقات التي يكون فيها عمق في فهم العقائد وكذلك في فهم حتى الشرع، يعني فيما أحسب نحاول أن نتلمس يعني من نور علوم السلف وعقولهم رضي الله عنهم، بعد طبعا فرع عن الكتاب والسنة، الكتاب والسنة هو الأصل. فالمقصود بعلوم السلف أي في تفسير الكتاب والسنة، وإنما ليست يعني علوم مستقلة ولا شك، كما هي قاعدة منهج أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. والله عز وجل عندما ذكر لنا العلم الذي من به علينا هو الأصل هو القرآن والسنة تبع له، فيقول الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فعلوم الإسلام علوم واسعة وعظيمة، وإنما يقصر عقلنا عنها ويقصر فهمنا، وكلما اتسع عقل الإنسان كلما ازداد بصر بأنواع العلوم الموجودة المخبأة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي آثار السلف. والصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أكمل البشر عقولا، ولذلك اصطفاهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل الناس عقولا وأطهرهم قلوبا وأصدقهم ألسنة وأحسنهم عملا رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، فتستطيع أن ترى هذا الفرق الشاسع في فهم علوم القرآن والمعارف التي هدى الله عز وجل هذه الأمة إليها بالنظر في أثارهم في التفسير. تجد يعني لو قارنتهم بالتابعين الذين هم مباشرة الجيل الذي يليهم وهم خير الأمة بعد الصحابة، تجد البون شاسع والفرق كبير. فما ظنك يعني بمن بعد ذلك، فما ظنك بنا نحن؟ لا شك أن العناية بهذه العلوم والإقبال عليها ومحاولة تلمس السعة الموجودة، سعة العقل وسعة النظر فيها، أنه من أولى ما يعني يقبل عليه يحرص عليه طالب العلم ليزكي نفسه ويزيد في عقله. فهذه محاولة نسأل الله عز وجل فيها التيسير. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه سئل عن آية، فسأله رجل من التابعين فقال لو وما يدريك وما يؤمنك أن أخبرك بها فتكفر، يعني أفسرها لك فتكفر، وقال لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها. فالمقصد إذا كان هذا الفرق بين الصحابة والتابعين، فما ظنك
صحبه من بعدهم. وكان علي رضي الله عنه يقول: حدثوا الناس بما يعرفون أو بما يعقلون، تحبون أن يكذب الله ورسوله. فسبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم أوسع الناس نقولا، ولذلك ما كانت هذه المسائل تشق عليهم، وإنما كانوا يعني يفهمونها على أحسن الفهم وأكمله، وإنما تقصر عقول الناس بعدهم، فإما يستنكرونها أو يضيقون فهمها. فهذه محاولة لتوسيع الفهم. فأقول أول شيء، كان إيمان الصحابة رضي الله عنهم بالأركان الستة، أركان الإيمان الستة، ليس مجرد إيمان نظري. هذا من الفروق التي تراها واضحة جدا إذا تأملت تفاسير الصحابة رضي الله عنهم، خاصة في أثارهم في التفسير، يعني تجدها من أوضح ما يكون في الفرق بين فهمهم لحقيقة الإيمان بالأركان الإيمان الستة وبين فهم من بعدهم. لأن العلوم غالبا بعد فترة تصبح تأخذ الجانب النظري أكثر، وتصنف في كتب وترتب وتقسم، فأحيانا يعني يعزلها الناس بهذا بسبب هذا الأمر، ولا شك أمر مهم وعظيم لحفظ الدين، ولكن أحيانا بسبب هذه الطريقة في حفظ العلم يعزله الناس عن واقع الحياة، وتصبح مجرد معارف نظرية لا ارتباط لها بواقع حياة الإنسان، فتكون مجرد معلومات في الكتب يؤمن بها الإنسان، ولكن إذا تحرك في حياته لم يتحرك بهذه المعارف وهذه الحقائق. فهذا تجد فيه فرق شاسع بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. ولذلك سيكون بإذن الله محاولة لعرض عمق إيمان الصحابة بالأركان الستة، وإظهار فضل علومهم على علوم الخلف، وكيف أنها أعمق وأصدق، وأنها علوم واقعية وليست مجرد علوم نظرية. فمثلا يقول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. فأخبرنا الله عز وجل أن من أدلة البعث والنشور اللي هو الإيمان باليوم الآخر أن نتأمل في نشأة الكون، والصحابة رضي الله عنهم طبقوا ذلك، بل أمر الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا، أمر الله عز وجل ذلك. فالصحابة كلام كثير في مسألة نشأة الكون وكيف نشأ. أكثر الناس يظن هذا اليوم من العلوم الحديثة، وأنه كتب السلف وعلوم السلف لا تتناول هذا الموضوع، يظنونه من العلوم الحديثة الموجودة عند الناس أو الأمور الحديثة التي بدأ الناس يدرسها، ولكن الحقيقة أن القرآن مليء بالكلام عن نشأة الكون وعن الأمر بالتفكر فيه ودراسته. فمثلا من كلام الصحابة رضي الله عنهم، واللي هو مبني على القرآن والسنة في ذلك، أن هذا الكون نشأ عن انفجار مادة سوداء، أو كما سماه الله عز وجل، لا شك أن تسمية الله أدق وأصح، انفتاق مادة. فهذه المادة كانت مضغوطة معا ثم انفتقت. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام عظيم في لزوم مصطلحات الكتاب والسنة، لأنها تكون دالة على المقصود بالذات، بينما مثلا المصطلحات الأخرى وإن كانت صحيحة معناها صحيح، لكنها غالبا تكون محتملة، تحتمل الصواب والخطأ. فلذلك يعني الأولى دائما الحرص على مجاهدة النفس للحرص على وتعويدها على لزوم مصطلحات القرآن والسنة. الله عز وجل سمى هذا الأمر الانفتاق، اليوم في العلم الحديث يسمى الانفجار العظيم أو البيج بان، والله عز وجل سماه انفتاق. فهذه الكون نشأ عن هذه العملية، كان كل شيء مضغوط معا كما قال ابن عباس رضي الله عنه.
وكان مضغوط معا، ولذلك كان مظلم، وكانت مادة سوداء هذه المادة. فيقول ابن عباس مثلا رضي الله عنه حين سئل أيهم كان أسبق الليل والنهار، قال ابن عباس رضي الله عنه قرأ هذه الآية: إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ثم قال: فهل تعلمون بينهما إلا الظلمة. فكانت هذه المادة مادة مظلمة سوداء ثم انفجرت، وأخبر الله عز وجل أنها مطوية كانت، وكأنها يعني على شكل يشبه الدوامة أو شيء من هذا القبيل، لأنه هكذا يطوى كما قال الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وأخبر الله عز وجل أن السماوات والأرض تطوى كما كانت مطوية في أول الخلق، والسجل للكتب التي هي الرسائل كما تطوى الرسالة والورقة اللي هي الكتب القديمة، يعني كانت تكتب في ورقة تكون طويلة ثم تطوى تلف، فهكذا كانت. فكأنه والله أعلم شيء يشبه ما يسمى اليوم بالثقوب السوداء ونحوها، الله أعلم. وإنما نقول كما قال الله عز وجل، هذه كما قلنا هذه تسمية الثقوب السوداء، هذه تسمية حديثة وتحتمل الصواب والخطأ على قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله التي بيّنها. فنحن نقول نلزم الاسم الذي سماه الله عز وجل أنها كانت رتق ففتقت. وهذه هذا الانفتاق نشأ عنه الدخان، أنه انفجار فينشأ عنه الدخان والبخار، وكما قال الله عز وجل في القرآن: ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهذه كانت من المواد الأساسية التي يعني منها تشكل هذا الكون، ويسمى في المصطلح الحديث هذا الدخان وبخار الماء هذا يسمى الغبار الكوني، هكذا هم يسمونه، يقولون نشأ عن الانفجار غبار كوني، ومنه تشكلت المجرات. اجتمع الدخان يعني بدأ يتكتل فنشأت منه الكواكب والنجوم وما إلى ذلك، والبخار تكثف ونشأت منه البحار، وجاء خلق الله عز وجل بعد ذلك من الماء كل شيء حي. ورد ذلك عن ابن عباس وابن عمر وجمع من التابعين رضي الله عنهم. تصحيح خطأ ذكرته، الثقوب السوداء ليست هي نفسها المادة التي كانت مضغوطة وانفتقت، ليست هي الرتق الذي سماه الله عز وجل الرتق، وإنما أنا التبس علي الأمر، الثقوب السوداء يعني هي طبعا هي شيء موجود ما يعرف تفسيره، يعني صورته الكاميرات والتلسكوبات لكن ما يعني ما عرف تفسيره، ولا يزال يعني نظرية، هل هي فعلا الصورة التقطتها بشكل صحيح أم أنه يعني إحنا بس ما إحنا فاهمين إيش هذا. فعلى كل حال هي يعني إن وجدت فهي أشبه ما تكون، والله أعلم قد تكون هي أو لا، أشبه ما تكون بأبواب السماء التي ذكرت، لأن الثقوب السوداء السماوات سقف مبني مغلق، يعني كل سماء مغلقة، وحتى تنفذ من سماء إلى أخرى وتعبر من سماء إلى أخرى لابد أن تفتح بوابة تعبر منها، فهذه هي التي جاءت في النصوص وهي الرأي الموجود عند علماء الفيزياء. فالله عز وجل ذكر أنه للسماوات أبواب وأنها تفتح وتغلق، وعلى كل سماء ملك يفتح بأمر الله، يعني إذا أمر أن يفتح يفتح. وسيأتي معنا مزيد تفصيل وذكر لاستعمالات هذه الأبواب وكيف يعني أن القدر والكون والأمور كيف يعني تعبر من خلالها وكيف النظام يشتغل، سيأتي إن شاء الله تفصيل. وكذلك كما قلنا هو الرأي هذا الموجود عند علماء الفيزياء الآن اليوم مع العلم الحديث، فلو
طلع التفسير هذا للثقوب السوداء الذي عند علماء الفيزياء صحيح، وأنها بوابات، وأنها ينفذ منها من عالم إلى عالم ومن سماء إلى سماء. فهذا يكون هي أبواب السماء المذكورة، والتي كما حتى في قصة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل سماء يستأذن فيفتح له فيعبر ويصعد إلى السماء التي فوقها. فتكون هذه الثقوب السوداء هي البوابات، هذه الأبواب المذكورة في القرآن وفي السنة. أما المادة الأولى هذه التي انفتقت، الرتق الذي سماها الله عز وجل رتق، وثم انفتق نشأ عنه البيج بان الانفجار. فهذه أنا ما أدري إذا لها اسم موجود عند علماء الفيزياء، لكن هي أشبه ما تكون بالدي إن إيه، يعني للوجود كله، كما أن الإنسان يتكون في البداية من خلية دي إن إيه وفيها كل المعلومات الصفات الوراثية وكذا، وثم ينمو الجسد بناء على هذه المعلومات الموجودة أو المخزنة والمحفوظة. فتكون هذه المادة الرتق التي كانت مضغوطة كلها معا هي الدي ان ايه للوجود، كل شيء، كل المعلومات كانت مسجلة فيها مثل الدي ان ايه للجسد الإنسان أو للكائنات الحية. وثم عنها يعني انفجر وبدأ ينمو ويكبر كما قدر له، كما مسجل في المعلومات هذه. هذا يعني هو القدر، كان مكتوب. واحنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه طبعا القدر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل الخلق اصلا، ثم لما خلق هذا الرتق يعني سجلت فيه المعلومات، الاوامر كيف ينمو وكيف يتحرك وكل شيء يعني مسجل فيه مقدر. فهذا يعني يكون مثل تسجيل ثاني غير اللي في اللوح المحفوظ هذا. هذا بعد الخلق، مثل الدي ان ايه، مثل الانسان قدره، كما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الملك في لما يكون الانسان في الرحم يعني ياتي يشكل الانسان ويتكون البيانات كلها، يكتب شقي ام سعيد، حياته كيف تكون، كل المعلومات تتسجل، وسبحان الله يتحرك في الحياه بناء على هذه يعني الدي ان ايه المسجل فيه. فهكذا الذي وقع في بداية الخلق، وهكذا هو النظام، النظام واحد يعني في كل الكائنات، نظام الخلق واحد يعني. وسيأتي معنا مزيد تفصيل، لكن فقط تنبيه على هذا الخطأ، وأنه حصل لبس، ليست هي الثقوب السوداء ولا حتى المادة السوداء التي تذكر اللي هي التي تملأ الفضاء، يعني الفضاء هذا يقول ليس فراغ وإنما هو مادة سوداء مظلمة. وهي يعني هذه كمان المادة السوداء ليست هي الرتق، وإنما الرتق هذا أنا لا أعرف إذا كان وجد، يعني إذا أحد يعرف أنه وجد له مصطلح عند علماء الفيزياء يذكره، وإذا ما وجد فتكون هذه يعني مما أخبرنا الله عز وجل به، وهذا من إعجاز القرآن، واسمها الرتق، هكذا سماها الله، فنلزم هذا. وكما قلنا هذا مثال جيد على أن كيف لزوم المصطلحات الشرعية يعصم، لأنه لو تريد أن تأخذ المصطلحات الحديثة قد ما توفي المعنى، وقد تلتبس، والمصطلحات التي يخترعها البشر يعني ما ليست وحي، يدخل عليها ما يدخل من الخطأ، من سوء الفهم، من القصور، من كذا. فنسمي هذه المادة الرتق، وعنها حدث الانفتاق اللي هو الانفجار العظيم كما يسميه علماء الفيزياء والفلك. فهذا كان التنبيه. وسيأتي إن شاء الله معنا موضوع كيف أن المعلومات تكون مسجلة، وكيف أنه كل شيء لما ينمو يحتاج إلى معلومات. سيأتي معنا كمان علماء الفيزياء كلامهم في هذا الأمر، وأنه لا يوجد شيء ينمو، كانت النظرية عند يعني الملاحدة أنه كل شيء يتحرك بعشوائية، واليوم هذا في علم الفيزياء مرفوض، هذا يعني ما في شيء يتحرك بعشوائية، عندهم أنه يقولون في معلومات يتلقاها كل شيء ويتحرك بناء عليها. سنأتي إلى ذكر هذه النظرية الفيزيائية وهذا الكلام الفيزيائي، ثم نبين أن القرآن بين هذا الكلام. نسأل الله التوفيق والتيسير، والحمد لله على أن من علينا بالقرآن هذا الذي فيه تبيان كل شيء.